بالصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه آمين. طبعا المصنف هو حجة الإسلام الغزالي، إمام الغزالي في زمانه لقب بحجة الإسلام، يعني ما ناقشه أحد إلا وغلب رحمه الله. طبعا في زمانه كان الفلاسفة يعني طغوا وبغوا وأكلوا عقول الناس، فاللي رد عليهم وأسقط حججهم أو شبههم، ما هي حجاج، كان هو الإمام الغزالي، لهذا لقب بحجة الإسلام. يقول الشيخ رحمه الله: أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلال. أريناها هاي. وينبغي لك ألا تغتر بالشطح وطامات الصوفية. أي أريناها كأني هيك تذكر. واعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي. هلا التلميذ اللي عم يخاطبه بأيه الولد قلنا هو عالم، لكن أرسل له بعض الأسئلة ويطلب عليها على تلك الأسئلة الجواب. الآن وصل قال: واعلم واعلم، أو أيها الولد أيها الولد أيها الولد. الآن وصل إلى نقطة يقول له فيها: اعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، وإلا فعلمها من المستحيلات لأنها ذوقية. حنكمل العبارة وبعدين بشرح لك شو بده الشيخ. وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر، لا تعرف إلا بالذوق. يعني أنت إذا واحد عنده منعدم الذوق عنده، قل له إنه هذا الشيء حلو، تقدر يعني هل تستطيع أن تصف له معنى الحلو؟ طيب إذا قلت له هذا الطعام مر، هل تستطيع أن تصف له معنى المرارة؟ طيب سيأتي الشيخ بمثال آخر. كما حكي أن عنينا، العنين هو المخصي، يعني لا يستطيع أن يتزوج، لا يستطيع أن يجامع زوجته، كتب إلى صاحب له أن عرفني لذة المجامعة كيف تكون، عرفني عن هذا الشيء كيف يكون. فكتب له في جوابه: يا فلان، إني كنت حسبتك عنينا فقط، كنت مفكرك أنت بس عنين، والآن عرفت أنك عنين وأحمق. مو بس عنين، أنت عنين وأحمق، لأن هذه اللذة ذوقية، إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. إذن هو يسأله عن مقامات الصالحين، عن لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى، عرفت الأمثلة ليش؟ عن لذة الوقوف بين يدي الله، هي اللذة اللي قال عنها ابن الفارض: طغى الملوك علينا عندما علموا أن سمونا عليهم دون تيجان. اللي قال عنها بعض أهل الله: يعني نحن في نعمة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيف. هذه اللذة التي لا تكون إلا لمن يعرفها، لا نستطيع، لا يعني هي لذة، هي أمر ذوقي، لا تستطيع أن تصف للإنسان سعادتك وأنت تناجي الله عز وجل قبل الفجر، وأنت تقف بين يدي الله وأنت تبكي. يعني نحن في الطواف عندما نكون طائفين وتأتينا نفحة إلهية، نفحة إلهية، تجدنا نبكي ونبكي ونبكي، سعادتنا في هذا البكاء، سعادتنا ونحن نبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونحن نناجيه، ونحن نضع حملنا في بابه، ونحن نضع أثقالنا عنده، ونحن نعلن توبتنا بين يديه، ونحن نعلن فقرنا وتقصيرنا وغفلتنا وضياعنا وبعدنا، ونستغفر ونستغفر ونستغفر. يعني أنا مرة
ناجيت الله عز وجل هيك والله تجلى عليه بأبيات لا 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 أبو الجود. يا إلهي يا عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي. يا إلهي عبدك العاصي عاصي أتى إليك يعني بذنوب هل له من توبتي. يطرق الأبواب يبكي ندما سوى أيام خلت في الخيبة ظنه فيك إلهي راحما. هذا العبد عم يطرق بابك ظنه فيك إلهي راحما فافتح الأبواب رب العزة كم ينادي في السويبة ضارعا. يا إلهي يا مقيل العسرة. هذه اللذة هذه السعادة ملايين الناس تلاقي مليون هيك ماشيين معك وهذا عم ينقرك على اليمين ما لك شاعر فيه وهذا عم ينقرك على اليسار ما لك شاعر فيه وحرارة عالية وأحيانا رطوبة بحر لأنه مكة قريبة من جدة وأنت عم وأحيانا بتشمس والله يعني سبحان الله أحيانا مرة طفنا طواف يعني من شدة الاختناق صار واحد يرفع رأسه هيك لحتى ياخذ نفس ومع ذلك نحن في قمة السعادة. كيف نستطيع أو كيف يستطيع أنا لست من هؤلاء يعني قد تجينا هيك حال يعني لكن هدول أهل الله سبحانه وتعالى الناس العارفين الذين يتلذذون بمناجاة الله عز وجل. عندما يسألهم إنسان عرف لي هذه اللذة لا يستطيع أن يعرفها له لأنها تدخل في الذوقيات والذوقيات لا تعرف الذوقيات تذاق. يعني أنت الآن سامر قعد سنتين لحتى ختم القرآن وثلاث سنين ويقعد عشر ساعات أوقات يقعد عشر ساعات متواصلة ويقرأ القرآن. طيب ما الذي يجعله يعني يستهين بكل هذا التعب؟ اللذة اللي الله عز وجل جعلها في هذا الإنسان في خير الله بيكون رايد فيه للإنسان في خيره. أنا يعني من يومين مر معي معنى أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ما معنى أصحابه؟ ما معنى أصحابه؟ ليش ما النبي عليه الصلاة والسلام يا وائل قال يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا للمسلمين؟ ما بيجي شفيع للمسلمين. القرآن لا يشفع للمسلمين، القرآن يشفع لأصحابه فقط لصاحبه يعني لأصحابه. كل حافظ قرآن أو كل تالي للقرآن قد لا يكون حافظا، كل تالي للقرآن هو صاحب للقرآن، فالجمع يكون أصحاب. قال الصاحب للقرآن هو الذي يلازمه في الدنيا حتى يصبح له صاحبة. أنت ما بصير صاحب إلي إلا إذا لازمتني، وأنا ما بصير صاحب لك إلا إذا أنا لازمتك. والزوجة سميت صاحبة لأنها تلازم زوجها في رحلة الحياة الدنيا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته. لماذا سماها صاحبة؟ لأنها تصحبه في رحلة الحياة الدنيا. كذلك القرآن لا يكفي أن تحفظ القرآن حتى يشفع لك القرآن، ولا يكفي أن يعني تجي بالجمعة تقرأ سورة الكهف حتى يشفع لك القرآن. لا ما بيشفع لك. ينبغي أن يكون القرآن صاحبا لك وأنت مصاحب للقرآن حتى يشفع لك القرآن. ماذا يعني هذا؟ أن هناك وردا يوميا من لحظة ما يعني أكرمك الله بهذا الفتح وبهذه التوبة وبهذه الأوبة وبهذه الرجعة وعانقت القرآن إلى أن تلقى الله عز وجل وأنت تقرأ القرآن، حينئذ أنت لازمته في الدنيا هو يأتيك في القبر، يأتيك في القبر يضيء لك قبرك ويعني تبقى الملازمة إلى قيام الناس يوم القيامة وتبقى الملازمة والمصاحبة إلى الشفاعة فيشفع لك وتبقى الملازمة إلى الدرجات العلى. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. الشاهد في هذا الكلام نحن ما الذي يجعل الإنسان يقرأ القرآن 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة طول حياته حتى يلقى وجه الله؟ ما الذي يجعله؟ السعادة التي يشعر بها. طيب لو قيل لنا اشرحوا لنا هذه السعادة ماذا نقول؟ تقدر بتشرح سعادة؟ بتعبر عنها، بيظهر الفرح على وجهك، الابتسامة، الانبساط، الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن بنستطيع نحن نشرحها نكتب عنها؟ لذلك قال الشيخ الغزالي رحمه الله، هنرجع نعيد الكلام هلا هيك بيتضح أكثر. اعلم
يقول لتلميذه أن بعض مسائلك، بعض المسائل التي سألتني عنها، أنت سألتني عن بعض الأشياء تتعلق بالمقامات والمناجاة والسعادة والسرور بين يدي الله، وهذا مع قال اعلم أن بعض مسائلك التي سألتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول. إن تبلغ تلك الحالة تعرف ما هي، لما تبلغ تلك الحالة الإيمانية في المناجاة، في صدق المناجاة، تستطيع أن تتذوق تلك الحالة، حينئذ أنت تعرف ما هي. لكن أنا أستطيع أن أشرح لك حالة تحتاج إلى ذوق؟ لا أستطيع. وإلا فعلمها من المستحيلات، لأنها ذوقية، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوة الحلو ومرارة المر. أعيد الكلام مرة ثانية بعد الشرح حتى يتضح. لا تعرف إلا بالذوق، كما حكي أن عنينا كتب إلى صاحب له أن عرفني لذة المجامعة. كيف تكون؟ كيف تكون لذة المجامعة؟ كتب له في جوابه: يا فلان، إني كنت حسبتك عنينا فقط، والآن عرفت أنك عنين وأحمق. لأنه عم يسأل عن شيء لا يدرك إلا بالوصول إليه، وأنت أيها العني لا تستطيع أن تصل إلى هذا الأمر، لأن هذه اللذة ذوقية، إن تصل إليها تعرف، وإلا لا يستقيم، لا يستقيم أو لا يستقيم وصفها بالقول والكتابة. أيها الولد، بعض مسائلك من هذا القبيل، هي اللي عم يجاوب عنها. وأما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في إحياء العلوم، يعني إحياء علوم الدين وغيره، ونذكر هاهنا نبذا منه ونشير إليه، فنقول نكمل الدرس القادم إن شاء الله. في حد له سؤال؟ تفضل. شيخ، ايش يعني عنين؟ عنين مخصي يعني.